مملكة مملكة الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان إلى دار الدائرين. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. إيريام الله يسوع. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. للمسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب. لأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم
مع جميع القديسين فلنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. شفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا للإعلان برحمتك في الغداة وبحقك في كل ليلة. شفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. الرب إلهنا عدل وليس فيه ظلم. شفاعة الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. شفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا يسوع. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي لنرتل لك هللويا. نتوجه بالاعتراف ونهلل له بالمزامير لأن الله رب عظيم وملك كبير على كل الأرض. خلصنا وله رؤوس الجبال لأن البحر له وهو الذي صنعه ويداه جبلة اليابسة. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي لنرتل لك هللويا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل إلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الإبن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد احتملت أنت تجسدا في أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله البتولية مريم وتأنس بغير استحالة وصلب. أيها المسيح إلى هنا وبماضح وضحك الموت وأنت لم تزل
بسلام إلى الرب نطلب. يا ليسو اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المزيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. الإله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل ولدار الدائمين. آمين. بمنك للمسؤولين محرر أيها الرب إلهنا يا من أقام في السماوات طغمات وجنود ملائكة ورؤساء ملائكة لخدمة مجدك، اجعل دخولنا مقرونا بدخول ملائكة قديسين يشاركون في الخدمة وفي تمجيد صلاحك، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المرضى طبيب وشافي
قوتك فحطموا الغرد وسحبوا بأس الشياطين الضعيف الواهي فبتضرعاتهم أيها المسيح الإله خلص نفوسنا لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. يا رب ارحمنا أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبح السرافين بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشيروبيم وتسجد له جميع القوات السماوية، يا من أخرج كل الأشياء من العدم إلى الوجود وخلق الإنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه، يا من يمنح للطالب حكمة وفهما ولا يهمل الذين يخطئون بل وضع طريقا للخلاص، وقد أهل نحن عبيده الأذلاء غير المستحقين
أن نقف في هذه الساعة أيضاً أمام مجد مذبحه المقدس، وأن نقدم له السجود والتمجيد المتوجب له. أنت أيها السيد تقبل من أفواهنا أيضاً نحن الخطأ التسبيح المثلث التقديس، افتقدنا بصلاحك واغفر لنا كل ذنوبنا الطوعية والكرهية. قدس نفوسنا وأجسادنا، امنحنا أن نعبدك بالبر كل أيام حياتنا بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإياك نمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. Θεός Άγιος Ισχύος Άγιος Αθάνατος Ελέη Σόν ημάς. قدوسنا الله الآب الذي لا بدء له، قدوسنا القوي الإله. قدوسنا الله الآب الذي لا بدء له، قدوسنا القوي الإبن المساوي له في الأزلية، قدوسنا الذي لا يموت الروح المعزي المنبثق من الآب المستقر في الإبن، أيها الثالوث القدوس المجد لك. اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة والصحة التي يمينك غرستها. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην
και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. الملك السماوي الروح المعزيم يا رب يا رب اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصطحام التي يمينك غرستها القدوس الذي لا يموت ارحمنا مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان إلى أبد آمين قدوسنا الذي لا يموت ارحمنا مر يا سيد مبارك الآتي باسم الرب بارك يا سيد هذه الكاتدرة العليا مبارك أنت الجالس على عرش مجدك والمستريح على الشيروبين كل حين وإلى دهر الداهرين آمين خلص يا رب شعبك وبارك ميراثا فلنصغي إليك يا رب أصلح إلى حكمة نسير سيرة روحية فنفتكر بكل ما يرضيك ونعمله لأنك أنت إنارة نفوسنا وأسادنا أيها المسيح الله وإياك نمجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكل قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى حكمة فلنصغي يا إخوة إن الله لكونه غنيا بالرحمة ومن أجل كثرة محبته التي أحبنا حين كنا أمواتا بالزلات أحيانا مع المسيح فإنكم بالنعمة مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور المستقبلة فرط غنى نعمته باللطف بنا في المسيح يسوع إنكم بالنعمة مخلصون بواسطة الإيمان وذلك ليس منكم إنما هو عطية الله
ذكر أحد، لأن نحن صنعه مخلوقين في المسيح يسوع للأعمال الصالحة. التي سبق فأعدها لنسلك فيها سلام لك أيها القارئ ولكافة الشام. هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير. فلنصغي. قال الرب لتلاميذه: احترزوا من الناس، فإنهم يلقون أيديهم عليكم ويضطهدونكم ويسلمونكم إلى المجامع والسجون، وتقادون إلى الملوك والولاة لأجل اسمي. فيول ذلك لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم ألا تفكروا من قبل فيما تحتجون به. فإني أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع مناصبيكم على مقاومتها ولا مناقضتها، وستسلمون من الوالدين والإخوة والأقارب والأصدقاء ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الكل من أجل اسمي، وشعرة من رؤوسكم لا تهلك. بصبركم تقتنون نفوسكم. قل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول: أيها الرب الضابط الكل لها باين، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين: يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس، وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس، وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب أيها الرب إلهنا، تقبل من عبيدك هذا التضرع الابتهالي، ارحمنا بحسب كثرة رحمتك، واسبغ رأفاتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية. لأنك الإله الرحيم والمحب البشر، ولك نرسل المجد
أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل ولدار الداهرين. صلوا أيها الموعوظون للرب أيها المؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. خلص وارحم واعضد واحفظهم يا الله بنعمتك. أيها الموعوظون احن رؤوسكم للرب. أيها الرب إلهنا الساكن في الأعالي الناظر ما هو أسفل، يا من أرسل ابنه الوحيد ربنا وإلهنا يسوع المسيح خلاصا لجنس البشر، انظر إلى عبيدك الموعوظين الذين أحن لك أعناقهم، أهلهم في الوقت الملائم لحميم إعادة الولادة لغفران الخطايا ولسربال عدم الفساد. اجعلهم متحدين بكنيستك المقدسة الجامعة الرسولية واحصهم في رعيتك المختارة لكي يمجدوهم أيضا معنا اسمك الكل الكرام العظيم الجلال. أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل ولدار الداهرين. يا كل الموعوظين اخرجوا، أيها الموعوظون اخرجوا، يا كل الموعوظين اخرجوا، لا يبقى أحد من الموعوظين. يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. نشكرك أيها الرب إله القوات الذي أهلنا لأن نتمثل الآن أيضا لدى مذبحه المقدس وأن نجتمع ملتجئين إلى رأفاته من أجل خطايانا نحن وجهلات الشعب. فتقبل يا الله طلباتنا، اجعلنا أهلا لأن نقدم لك طلبات وتضرعات وذبائح غير دموية من أجل كل شعبك. اجعلنا بقوة روحك القدوس نحن الذين وضعتهم في خدمتك هذه كفأ لأن ندعوك مستغيثين بك في كل وقت ومكان بلا دينونة ولا عثرة وبشهادة من ضمائر نقية حتى تستمعنا وتكون متعطفا علينا بوفور صلاحك. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود. أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل ولدار الداهرين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة، يا رب ارحم. إن نخر لك أيضا بل مرارا كثيرا نشتو لك ساجدين ونتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر طالبين أن تنظر إلى طلباتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية وتمنحنا أن نتمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. هب أيضا الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة في الإيمان وفي الفهم الروحي، امنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدنين فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إلى الرب نطلب يا رب ارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملائكة مستحقا أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير وكنت لنا رئيس كهنة وسلمت لنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود
ما في السماوات وما في الأرض أيها الرب إلهنا، رب السرافين وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرومي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين. فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال، وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، تجعلني كفءاً بقوة روحك القدوس، وأنا لابس نعمة الكهنوت لأن أتمثل لدى مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، لأني إليك أتقدم حانياً عنقي وأطلب إليك، فلا تصرف وجهك عني ولا تردني من بيت المالك، لكن أهلني لأن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا يدأ له وروحك القدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الآخرين أمين. إتفهروهي مستيكوسي كونيزون ديس زوبيو ترياضي تندريسايون إنن بروسادون ديس باس أنتبيوتيكي لفثوم فاميرمنا. إذ أننا مجمعون أن نستقبل ملك الكل تحتف حوله مراتب الملائكة بحال غير منظور. هللويا 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 أيها الملائكة فحنا عنا كلها الدنوية. إذ أننا مسمعون أن نستقبل ملك الكل تحتف حوله مراتب الملائكة بحال غير منظور. هللويا هللويا هللويا. إبتكروا في ميستيكوسي كونيزون ديستيزو بيوترياضي تندريسايون إنن بروسادون ديسباسد إن بيوتيكينا بثوم ثمارنا. إذ أننا مسمعون أن نستقبل ملك الكل تحتف حوله مراتب الملائكة بحال غير منظور. هللويا هللويا هللويا. Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό κυλεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό κυλεϊσόν με. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό κυλεϊσόν με. Θυμία μας σου προσφέρουμεν Χριστέ ο Θεός. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής ο προσδεξάμενος του παρόν σου θυσιαστήριον. Αντί κατάπευσον ημίν τη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου. Κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον τον ομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω, η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσα, όπως αν δικαιωθήσεν της ζωής σου και νικήσεσεν του πλήνεστες. Η δούγαρ ανομίες εν ηλίχθη την αμαρτία σε κήσεις εμέ ημικρή. Η δούγαρ αλήθεια εν ηδάπησα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας σου εγκύλωσάς μου. Φραντίζ με ισόπο και καθαριστίζ με, πλυνίζ με και περφυλώνει λευκαθίσω με. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάστο ως θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάριψω. Καρδίαν καθαρά ανοιχτήσω με μία ο Θεός και πνεύμα και ας εντέλσω σε κάτις μου. Μία απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αγκαλιένες απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα του γεμονικών στήριξων μη διδάξω ανώμαστα σου δούσου και ασεβείς. Επιστρέψου σιρήσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάσει την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου Κύριε Παχυλημάνης. Το στόμα μου αγαλίσει ο Θεός εσύ ότι η θέση σας είναι έδωκα με το χώμα των κεβουκής. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένη, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών υποτιμηθεί το κατήχερο πριν. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και όλα τα χώματα. Χράζω σου Χριστέ το φτύ του Ιησού της πόνης ύματος. Εκεί διάξιον είναι ατελεί το πρόσωπον της δόξης σου. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σόνδε. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σόνδε. Ομοφόνιες γε. Σούσεις και αδικούσεις ημάς, Κύριε συγχώρησον ημίν και εμήν. يا الله اغفر لي انا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي انا الخاطئ وارحمني
يا الله اغفر لي انا الخاطي وارحم روسي نوطة كالهي تريالا وموسيو كيا خوكس فوسي لاستي فوسي لاستي رفيكي بطيرس يا صدقي هنوتك رفيكي بطيرس سيكوري ستامي تون انا عكس من كيا مرتو اللي انا عندك الخاطي والحمد يا الله خير لي انا عمل الخاطي يا الله خير لي انا عبدك الخاطي والحمد يا الله خير لي العذراء توفق العذراء توفق العذراء كل Σοφρονίου Ιεροδιακόνου, μέτρα την Διακόνησα και τον δέκμον αυτό. Εκείνον συγγενών αυτό. Μυστική. 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 خولة وبنا Κοιμία μάσου προσφέρω με Χριστέ ο Θεός, ίσως μην ευωδίες και μαθητής, όπως δεξάμενος και πρόσιος Κύριε, να αντικατάψουν τη χάρη του και ελθόν ο Αστήρ, εστεφάνω και στη το πεδίο μετά της Μαρίας της Μητρός αυτού, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Ο Κύριος ευασίλευσε να και περία ζώσα του, πάντοτε νύν και αεί. Κάλυψον η ουρανή αρετή σου Χριστέ και της ανεσαιώ σου πλήρης η γη, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αφίεξον ημών πάντα εκφρών και εκδέμιον κύριε. Ελέη ελέημον Θεός, πάντοτε ημών και ημών. Ευλογητός ο Θεός, ούτως ευδοκίσας δόξαση. Ευλογητός ο Θεός, ούτως ευδοκίσας δόξαση. Ευλογητός ο Θεός, ούτως ευδοκίσας δόξαση. Επί την Αγία Κύρα προθέσει του Κυμίου Δόξα. Ο Θεός, ο Θεός, ο την ουράνιον, ο άρτον την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών σου Χριστού, ξαπώσου σου Κύριον αυτήν. Ευλογούνται και γιάζονται ημάς αυτός ευλόγησον και την πρόθεση ταύτου και πρόζεξ αυτής το παρόν σου και να θεσπίσθεν. Μνημόνευσον βαθός και φιλάνθρωπος των προσελεγγάντων κοινούς προσύνων των ημάς ακατακλήτως. Διαφύλαξον την γεωργία των θείων σου μυστηρίων. Ότι γιάστε και δεδόξαστε το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Υπεραγία Δέσποινα Θεοτόκος, σκέπη, φρούρη, φύλαθε πάντα σε μας. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κυρία, δόξα σε. Θείες δια την ημών σωτηρία, να Χριστός ο αληθός ημός, της πρεσβείας της Παναχράντου, Παναμόμου Αγίας Αυτού, ασφία δυνάμει του Κοιμίου και Ζητού Σταυρού, τη χάρη τη Εσύ ως ποινή ενδόξου προφή του προδρόμου και του Σουλιάνου, των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου και Πανεφήμων Αποστόλου Ιακώβου του Ερώτου Θεού και πρώτη Ιεράρχη του Ιεροσολύμων, των Αγίων και Καρίνων των Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Κόρος του Χρυσοστόμου την Θεία Μυστολογίαν επιτελούμεν, και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος, Γεωργίου του Πρόεδρου την Ακομιδή των Λιψάνων αυτού εορτάζομεν, και πάντω σου τον Αγίον ελεήσει και σώσουν εμά του ζωγαθό και φιλάνθρωπο και λέει μου Θεό. Ο Θεό ηλάστη πίνει το αμαρτωλό. Του πυρό ο γιο σου είναι άναχο. Αγίο ο θάνατο του πνεύμα του Άγιον. Τριά σε γύρω. Ελάχ να αρχάμνα ο χαμή να μην. Εν ειρήνε πάρε και τα σκύρα σημών στα άγια και βλογίτη των γύρων. Τον εικόνα σου βλέπει στο τύρ μου και κοσμημένον και έντιμα ο τέχο. Και να υπέλθω να κοινών μου τη στολή της ψυχής φωτοδότα και σώσον με. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σώσον με. Ο Θεός ηλάστη. Κύριο, ελπρή, σάλπιντος.
شموسية تيحور رضي الله عن سيما لكوك الحين أعطي المبخرة قل أنت المبخرة قد انت رفعت القبيل جورجوس هيك اطلع فيهم ولما توصل عندي اعطيني ازورهم وانا باخذهم منك اطلع اول واحد فانت وراه وانت بعدين ونتفضلوا يا اسكانوت كيف كن ربي لا ملك السماوي الان وكل وان والى دهر الداهرين امين ان نستقبل مليك الكون جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين والموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم ليذكرهم الرب إله في ملكوته السماوي كل حين لنا وكل وان إلى دار الداهرين واذكرني يا أخي وشريك رئاستك هنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس أعضاء المجمع المقدس مع خوية القبر المقدس أخانا المتروبوليت فينادكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإيكونوموس جبرائيل راعي هذه الكنيسة والرعية المحروسة من الرب والشماس سوفرونيوس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين وأخانا وشريكنا في الصلاة والدعاء الإيكونوموس ألكسندروس مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والشدائد والأحزان الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والأوبئة والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم والذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين الأب جيريس مع جميع الذين يدعون جورج أو جيريس ليذكرهم الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين اذكرني يا أخي وشريكي في الخدمة رياستك أنوتك ليذكر رب الإله في ملكوت السماوي كل حين لنا وكل وإلى دهر الداهرين الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ثيودوروس المتروبوليت قسطنطين رئيس الأساقفة سيلفستروس أرستوفولوس مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات السالف رقادهم
والذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة، مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية، الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم، مع الأب جورج والمتروبوليت إيوانيس، مع أمة الله بنا وأمة الله خلود وخولة وأمل وفريدة، ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. كهنوتك وشنوسيتك في ملكوتك الحين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. وفهيم يصيف التكسيل ستفيرون تفرد الشفومة سندوني كثرات يا روماس أنميمة في كنون كذفسة ستفت. أصلح يا سيد ها يا سيد. صلي من أجلنا أيها السيد القديس. الروح القدس يحل عليكم وقوة العلي تضللكم. أمين. هذا الروح عينه يؤزرنا في الخدمة جميع أيام حياتك ليذكر الرب الإله، وشموسيتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. الإله الضابط الكل القدوس وحده المتقبل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونه من كل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن وكمل طلباتنا للرب وذبائح روحية من أجل خطايانا وجهلات الشعب، من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب، وعلى هذه القرابين الموضوعة وعلى كل شعب، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك، أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. ملك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسال. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسال. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. استجيب يا
أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتوليات مريم مع جميع القديسين فلنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحبن بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. أحبك يا رب. مين المسيح معنا في سمعنا كان المسيح الرب ثباتي ومرجائي ومنقذي الأبواب الأبواب بحكمة فلنصغي بإله واحد هذا الضابط القدس خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوى للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن الآب وأيضاً يأتي بمجد الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعنية واحدة لمغفرة الخطايا وترجع لي عنا الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسناً لنقف بخوفٍ لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. وروحك أيضاً.
نرفع قلوبنا فوق لأننا عند الرب لنشكر النرام واجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك الدائم الوجود والكائن هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم نعمل كل شيء إلى السماء ظاهرا كان أم خفيا ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت من رؤساء الملائكة الشروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا وبتسبيح الظفر مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب السماوات ملأنا دنيا السماء والأرض من مجد إننا نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال يا من أحب عالمه بهذا المقدار يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة كل التدبير ما في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيد بريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا بعد العشاء قائلا آمين اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطأ. آمين. وكل ما جرى صعود إلى السماء التي لك مما لك تقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شاء إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا إن نقدم أيضا لك خير الدموية ونرغب إليك ونطلب ونتضرع فارس روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم آمين
محولا إياهما بروحك القدوس حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس وملء ملكوت السماوات والدالة لديك لا لدينون ولا لقضاء علينا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان من الأجداد والآباء رؤسائي الآباء والأنبياء الرسل والكرزة المبشرين والشهداء خالق يعظمونك خلص الذين يعظمونك مثل كلمة دوس جبرائيل يريوس سفرانيو يرفيكو رينياس موناكيس سينوكس Αλεξάνδρου Ιερέως και της Πρεσβυτέρας Τέκνων Εκείον συγγενών αυτών. وَخَاصَّةً مِنْ أَجْلِ الطَّاهِرَةِ الْكُلِّيَّةِ الْقَدَاسَةِ سَيِّدَتْنَا وَالِدَةِ الْإِلَهِ الدَّائِمَةِ الْبَتُولِيَّةِ مَرْيَامُ ومن أجل القديس يوحنا النبي الصادق المعمداني والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم والقديس العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر شفيع هذه الكنيسة المقدسة الذي نقيم تذكار نقض وفاته وجميع قديسيك واذكر جميع الذين سبقونا ورقدوا على القيامة الحياة الأبدية اذكر يا رب عبيدك وفهد وسعيد وراجي وفؤاد وعبيدك ملك مارغريت نبيلة سعاد سامي وسلوى وسمير وجميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية وارحمهم يا إلهنا حيث يشرق نور وجهك وأمتك أنيسة وعبدك فؤاد وتوفيق وارحمهم يا إلهنا حيث يشرق نور وجهك ونرغب إليك يا رب أيضا تذكر جميع الأساقف المستقيم الرأي القاطعين كلمة حقيقة باستقامة جميع الكهنة والخدام في المسيح كل الطغمات الكهنوتية والرهبان المتوحدين ونقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل المسكونة أيضا من أجل الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية من أجل العائشين بالطهارة والسيرة الحميدة من أجل ملوكنا المؤمنين المحبين للمسيح وكل بلاطهم وعسكرهم امنحهم يا رب أن تكون ملكهم في سلام لكي نقضي نحن أيضا في ظل أمنهم عمرا مطمئنا هادئا على تمام حسن العبادة والتهذيب عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا الذين قدموها والذين قدمت من أجلهم اذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص مع أمة الله منال وأمة الله ريحة وعبيدك يوسف وريم وهند وعصام من أجل قولة من أجل نفوسهم وذكر المغبط لهم اذكر يا رب أول نبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقيقة باستقامة اذكر يا رب أولا تذكرني أنا اذكر يا رب أولا أبانا ورئيس كهنة جميعهم وجميعهن اذكر يا رب وابنا ورئيس كهنتنا خريستوفوروس
وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صيعا معافى مكمد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة وعطنا جميعنا كافة وعطنا أن نمجدك بفم واحد قلب واحد نسبح اسمك الكل إكرام عظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس أنا وكل وان إلى دار الداهرين ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدسات إلى الرب وجميع المدن والقرى وساكنيها على الإيمان اذكر يا رب السائرين في البحر المسافرين في البر والجو المرضى والمرضين والمغتربين والمهاجرين والمهجرين والأسرى لنجاتهم اذكر يا رب الذين يثمرون ويعملون في كنائسك المقدسة والذين يتذكرون مفتقرين المساكين وارسل مراحمك علينا جميعا أيها السيد المحب البشر لك نودع كل حياتنا ورجاءنا وإليك نبتهي المتضرعين ونطلب سائلين أن تجعلنا أحدا بتناول أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية لمغفرة الخطايا والصفح عن الذنوب ولشركة الروح القدس والميراث ملكوت السماوات والدال لديك لا لدينونة ولا للقضاء علينا من الرب نسأل غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل غفران خطايانا والصفح ذنوبنا من الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام العالم من الرب نسأل أن نقضي غابرا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله واهلنا أيها السيد أن نشتر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن عجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لأنا وكل وان إلى دار الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحني رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا ذا كل الأشياء أيها السيد طلع من السماء انظر الذين رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا بنعمتك بنعمة ورفاة ابنك الوحيد ومحبة البشر الذي أنت مبارك محو روحك لقدس الصالح
وصال الحياة الآن وكل وان إلى دار الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولتك بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. أرفعك يا ربي وإلهي فلنصغي المقدسات للقديسين رب واحد يسوع المسيح في مجد الله الآب. آمين. إني أؤمن يا رب هذا هو جسد الحي وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطاة الذين ناولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر ونفسه هذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والغربية التي بالقول والتي بالفعل التي عن معرفة والتي هذه قد لمست شفتاكم فتطهر خطاياكم وتمحو أثامكم. إن نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعا في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك. أمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي. ارتفع اللهم الى السماوات ووجدنا ارتفع اللهم الى السماوات ومجدك على كل الارض. ارتفع اللهم الى السماوات ومجدك على كل الارض. تبارك الله الهنا خلصنا كل حين الآن وكل أوان إلى دار الداهرين. آمين. ليمتلئ قلبي من ليمتلئ فمي من تسبيحتك. لهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا.
إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهرة غير الميت السماوي المحيي الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا يسوع. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى رب نطلب. يا رب يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكون عليه. خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك. قدس الذين يحبون بيتك. أنت شرف وذلك بقدرتك الإلهية. لا تخذلنا نحن المتكين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، لمليكنا، لجنودك، لكل شعبك. لأن كل عطية صالحة، كل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. لك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس أنا وكل ولد دار الداهرين. إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا طبيب نفوسنا وأسادنا الذي من أجلنا حتى تشفي جراحنا العديمة الشفاء بأخذك طبيعتنا البشرية بدون خطيئة وبحضورك بيننا، وهبت بنعمتك الخلاصية الشفاء للعشرة برس الذين توسلوا إليك وقبلتهم وشفيتهم. ليس هؤلاء فقط، بل منحت البصر للعميان والصحة للضعفاء والقوة للسقماء والحركة للمخلعين وأخرجت الشياطين وملأت محبتك قلوب الحاقدين. نعم يا من تسود على الجسد والعقل، أطرد واهزم واقصي عن شعبك هذا الوباء وكل ما يخلفه من قلق وخوف وموت للمصابين به. يا رب أيها الإله الرحوم، إن كان هذا الوباء لكثرة خطايانا فإننا نتوسل إليك ونرجو منك أن ترفعه عنا وعن المسكونة كلها، ولكن إن كان هذا الوباء هو جزء من سر تدبيرك الخلاصي لفحص إيماننا فهدئ يا رب هذا الاضطراب وأعنا. وأما إن كان هذا الوباء صنع الإنسان أو تهاون كثير من البشر لدمار الكون، فأنت بقوتك أيها الرب العظيم القوة ارفع قوة هذا الوباء واشفي بساعدك القوية الصغار والكبار المرضى به، وامنح السلام وأزل القلق واهبا الصحة والمعونة والقوة لنا ولكل البشرية بشفاعات والدة الإله الدائمة البتولية مريم والقديس العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر وجميع قديسيك. أمين. ليكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الآن. ليكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الآن. ليكون اسم الرب مباركا. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان.
الأوان ولا دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من أنت عجيب في قديسيك، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين عادمي الفضة وشافيي المرضى كوزما وذميانوس، والقديس إفرام، والقديس نيكيفوروس، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يوأكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة قداس الإلهي، وتذكار القديس العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر شفيع هذا المزار المقدس وشفيع هذه المدينة، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا رب بسنين عديدة، يا سيد بسنين عديدة، يا صلوات بين القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم عديدة ومباركة. أبنائي صباح الخير للجميع، كل سنة وانتم سالمين. القديس جيورجيوس بشفاعته وأمنا الفائقة القداسة يحموكم، يحمو كل واحد فيكم، انتوا اللي معنا وانتوا اللي بتتبعونا كمان. ربنا يحميكم، يعطيكم الصحة وكل بركة من عنده.